اخر فتره كنت بصور فيديوهات هون في اريزونا، فما كان عندي وقت انه اتكلم في الاقتصاد والشغلات هاي، لكن اليوم حنكمل. انا اسمي ايهاب، هاي اسمها سكاي. اذا كانت هاي اول مره لكم بالقناه فبتمنى منكم انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس. هلا خلونا نبدا فيديو اليوم. سلام. اليوم اخبارنا بتتعلق بخطه تحفيز الاقتصاد، كل التطورات اللي صارت وكل الامور اللي بتتعلق فيها. بتمنى تعطوا هذا الفيديو لايك، بيساعد القناه كثير، وشكرا كثير لكم مقدما. اليوم راح اتكلم عن الخلافات في صيغه فحص وتتبع الكورونا، حوضح شو هي 48 ساعه كمهله للوصول لاتفاق، بعدها حتكلم عن لينسي جراهام والكلام اللي حكاه بخصوص هيروز اكت 2 وال 2.2 تريليون، حتكلم عن المحكمه العليا ونظرتها على قضايا ترامب الجديده، حتكلم عن عجز الميزانيه في الدوله، وبعدها حتكلم عن كلام ترامب بخصوص فاوتشي، واخر شيء حتكلم عن حالات كورونا هون في امريكا. نبدا مع الخلافات اللي ما راح تنتهي. ستيفن وشن قبل هيك حكى انه هو بوافق على الصيغه اللي كتبوها الديمقراطيين بخصوص فحوص وتتبع الكورونا فيروس، ما عنده اي مشكله معها، لكن بده شويه تغييرات بسيطه. حكى بسيطه. المهم الموضوع كان هو عباره عن كيف يصرفوا الفلوس، كيف يعملوا الخطه، شغلات زي هيك بخصوص هذا الموضوع. المهم كان في مكالمه تقريبا مدتها ساعه يوم السبت بالليل بين نانسي بلوسي وستيفن وشن، ورجع الخلاف مرة ثانية. على حسب كلام نانسي بيلوسي فالبيت الأبيض غير 55% من الخطة، وبتحكي إنه الكلام اللي غيروه هو عبارة عن أشياء جوهرية، يعني مثلا شالوا كلمة شل وحطوا بدالها كلمة ماي. الفرق إنه كلمة ماي بتعطيك الحرية والخيار، كلمة شل بتعطيك إنه لازم تسوي المطلوب منك، فالفرق بينهم عملاق وما بيقدروا يطنشوه. والبيت الأبيض كمان رفض كل الخطة المحطوطة لفحص وتتبع الفيروس بخصوص المجتمعات والأقليات هون في أمريكا، البراون والبلاك، شطبوا كل الصفحات المسؤولة عن هذا الشيء وطلبوا انه كل ولاية هي تعمل الخطة الخاصة فيها بخصوص الناس اللي عندها. نانسي بيلوسي طبعا ما عجبها هذا الكلام وحكت لازم يكون في خطة على المستوى الوطني للدولة، ما بنفع نترك كل ولاية تسوي اللي بدها اياه، لازم يكون في خطة يلتزموا فيها، اذا بدهم يزيدوا يزيدوا بس ما يقلوا عن هاي الخطة وتكون استراتيجيك بلان. وبخصوص كلمة استراتيجيك بلان، البيت الابيض شال كلمة بلان وصار يستخدم كلمة استراتيجي، ما بده كلمة استراتيجيك بلان، بده شغلة هيك عامة. المهم نانسي بيلوسي بعثت رسالة بارح ظهر يوم الأحد لزملائها في الهاوس تحكي لهم عن التطورات اللي صارت عشان يضلهم في الصورة ويعرفوا إيش قاعدة القائدة تسوي. حكت إنها حاليا قاعدة تبحث عن توضيح clarity وإنه لسه ما في اتفاق على صيغة المشروع، وحكت كمان إنه لازم هي تجمد الصيغة اللي بنكتب فيها هذا المشروع وخاصة قبل الانتخابات. المهم من الشغلات اللي حكتها كمان إنه الصيغة اللي نكتب فيها هذا الموضوع حسب البيت الأبيض فهي بتهدد أرواح الأطفال في المجتمعات العرقية والأقلية. حكت إنه الأطفال من أصول هسبانيك معرضين إنهم يصابوا بالفيروس ويروحوا للمستشفى 8 مرات أكثر من أولاد البيض و5 مرات أكثر للسود. لهلا ما في أي اتفاق بخصوص هذا الموضوع، مع إنه هذا الموضوع يعتبر جزئية من الصورة كلها، يعني 75 مليار دولار محطوطة كيف تنصرف للفحص والتتبع، مش عارفين يوصلوا لاتفاق فيها، كيف بدهم يوصلوا لاتفاق ل 2.2 تريليون؟ هم لسه اصلا ما وصلوا الفاصله 1 تريليون. هلا بخصوص المهله اللي حطتها نانسي بيلوسي للبيت الابيض. نانسي بيلوسي اعطت البيت الابيض مهله 48 ساعه بتنتهي يوم الثلاثاء انهم يوصلوا لاتفاق بخصوص خطه تحفيز الاقتصاد، وتقريبا هيك كلنا فهمنا. هلا انا كنت مفكر انه الاتفاق بيكون يا بنتفق وبنكمل يا ما بنتفق وكل واحد بيروح في طريقه، بصراحه انا هيك فكرت، لكن الموضوع طلع تماما مش هيك. قصد نانسي بيلوسي انه معاكم 48 ساعه عشان نوصل لاتفاق انه نمشي خطه قبل الانتخابات، واذا ما بنقدر نتفق قبل يوم الثلاثاء معناته ما راح يكون في عندنا خطه قبل الانتخابات، حتكون بعد الانتخابات. فمش قصدها انه اذا انتم ما بتتفقوا معنا قبل يوم الثلاثاء انه حيكون في خطه او لا، لا لا مش هيك الكلام، الخطه حتكون موجوده بس انتم بتحددوا يا قبل يا بعد الانتخابات. بصراحه ما بعرف اذا هذا الكلام اللي حكته حيكون مشجع او حيكون منفر للبيت الابيض انه ياخذ تعليمات زي هيك، انه تعطيه مهله زمنيه انه يا بتوصل لاتفاق او لا، ما بعرف كيف البيت الابيض راح يهضم هذا الموضوع، لكن بالاخر هي هيك السياسه، حتشوف شغلات ما بتعجبك لكن بالاخر لها معنى ثاني احنا مش عارفينه ومش فاهمينه، ممكن يمشي ممكن ما يمشي انا ما بعرف، بس هيك هي السياسه. الاشياء الموجوده فيها تختلف تماما عن الموجوده في حياتنا العاديه، يعني مثلا بدي اعطيكم مثال، لما تسمعوا انهم بيحكوا في اخبار مشجعه، اخبار مشجعه في عالم السياسه بتختلف تماما عن اخبار مشجعه في حياتنا العاديه، هم لما يحكوا اخبار مشجعه معناته يمكن ما صار شيء، احنا لما نحكي في اخبار مشجعه معناته في شيء كثير حلو صار. لكن بالاخر زي ما نانسي بيلوسي دائما بتحكي فهي متامله خير انه يكون في خطه تحفيز اقتصاد قريبا، والترجمه هلا مني ما راح يصير اي شيء في الوقت القريب. هلا نتكلم بخصوص لينسي جراهام. لينسي جراهام علق على خطه تحفيز اقتصاد اللي مشوها الهاوس هيروز اكت 2 اللي قيمتها 2.2 تريليون، وحكى احنا لازم نروح بيج لكن سمارت، جو بيج اند سمارت، وكمان حكى انه
بمعنى انه لازم تكون الخطه كبيره وذكيه. المهم لينسي جراهام كمل وحكى انه خطه 2.2 تريليون هاي احنا مش شايفين انه كيف هي بتساعد كوفيد، ما لها اي علاقه بكورونا فيروس، هي بس عباره عن خطه لجلب الاصوات في الانتخابات. وحكى يعني مثلا هذه الخطه بتعطي $1,200 للناس اللي ما عندهم سوشيال سيكيورتي نمبر، معناته انه احنا قاعدين نعطي المهاجرين الغير شرعيين. بيحكي احنا كلنا متفقين على القروض الخاصه بالمؤسسات الصغيره المغفوره، يعني خذ القرض وبنغفره لك بعدين، ومتفقين على دعم المدارس، ومتفقين على مساعده البطاله، لكن ما راح ندفع $600 اسبوعيا. وحكى كمان انه في كثير من زملاء الجمهوريين ما بدهم يصرفوا اي فلوس. هذا كلام لينسي جراهام بيمثل الجمهوريين في السنت. هلا بخصوص المحكمة العليا، تتذكروا لما قلت لكم مرة ان الديمقراطيين ربحوا قضية ضد الإدارة، الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، بخصوص انهم استخدموا فلوس البنتاغون عشان يبنوا الحيط بين المكسيك وأمريكا، مع انه ترامب حكى انه حيخلي المكسيك تدفع، لكن على حسب علمي انه البنتاغون أمريكي مش مكسيكي، فما بعرف ليش احنا بندفع. هو حكى ما راح ندفع احنا، بس احنا صرنا ندفع. هلا حتزعلوا مني، بعرف حتزعلوا مني، شو اسوي؟ هو هيك حكى، انا ما اخذه على كلامه. المهم الاداره الامريكيه ما عجبها قرار المحكمه وبدها ترفعه للمحكمه العليا عشان ينظروا فيه. فقريبا هذا الملف حيكون قدام القاضيه الجديده اللي تم تسميتها، لسه ما تم تعيينها، ونشوف شو حتسوي. وكمان من الملفات الثانيه هي طالبي اللجوء اللي بمروا عن طريق المكسيك. الاداره الامريكيه خسرت القضيه هون في المحاكم العاديه وارتفعت للمحكمه العليا. شو موضوعها؟ اداره ترامب تحكي انه اللي بيجي عن طريق المكسيك من اي دوله ثانيه المفروض يضلوا في المكسيك يستنى عبال ما المحاكم هون في امريكا تمشي في قضيته وتشوف اذا هو مستاهل يجي ولا لا، لكن طول هذا الوقت لازم يضلوا في المكسيك يستنى. المحاكم هون في امريكا رفضت هذا الشيء وحكت انه هذا ضد قوانين الهجره وضد حقوق الانسان. هذا الكلام ما عجب الاداره الامريكيه ورفعته للمحكمه العليا. هلا احكي لكم شغله بخصوص المحكمه العليا. في كثير كلام بيحكوا انه الديمقراطيين بدهم يزيدوا عدد القضاء الموجودين في المحكمة العليا. طب هذا الشيء كويس ولا مش كويس؟ بصراحة هو مش كويس، لكن إذا حسينا أنه المحكمة العليا إلها ميول جمهورية وقتها لازم نعادل الموضوع، لازم يكون عندنا جمهوري والديمقراطي نفس الشيء ويكون واحد بينهم محايد. يعني مثلا هم هلأ 9 قضاء، تقريبا 8 وحيصيروا 9 مع القاضية الجديدة، لكن إذا صاروا مثلا 15، 7 ديمقراطيين، 7 جمهوريين، وواحد محايد، عشان ما بدنا يكون الموضوع كله بس جمهوري، ما بدنا كل الموضوع يكون ديمقراطي، بدنا ناس ما لهم علاقة بالسياسة بتبعوا بس القانون. فنشوف المستقبل شو بصير في هاي القضايا مع الابورشن، ونشوف ايش كمان حيصير مع اوباما كير. في كتير مواضيع حيبتوا فيها. هلا بخصوص عجز الميزانية في الحكومة الفيدرالية. الميزانية الفيدرالية فيها عجز 3.1 تريليون لهلا في 2020. اللي صار انه الحكومة صرفت 6.55 تريليون. لكن بسبب النقص في الضرائب اللي وصلت تقريبا 3.42، العجز العام كان 3.1 تريليون. 2.2 تريليون من هذا الصرف اللي صار كان بس على كيرز اكت اللي مرت في شهر مارس الماضي، وهذا كان عبارة عن دين على الحكومة الفيدرالية اخذته، وبهيك صار الدين العام على الدولة 21 تريليون. لكن من الشغلات اللي بتساعد حاليا في هذه الأزمة هي الفائدة المنخفضة، يعني تقريبا هلا التكاليف على الدولة انها تداين فلوس قليل جدا، وهذا بيساعد على النمو تقريبا، وهذا من الأسباب اللي بتخلي الجمهوريين ما بدهم يصرفوا فلوس أكثر لأنهم ما بدهم يزيدوا الدين العام. وبشكل عام العجز في الميزانية هو الفرق بين شو الدولة تصرف وشو الدولة بتستلم فلوس عن طريق الضرائب وشغلات ثانية. الفرق بينهم هذا بسموه العجز، والعجز اتعدى دخل الدولة بنسبة 102%، يعني أكثر من الدخل اللي احنا بندخله كل سنة صرفنا أكثر منه. الوضع مش عارف لوين رايح. هلا بخصوص دونالد ترامب وفاوتشي، ترامب قبل هيك حكى انه بحب فاوتشي وبيقدروا يشتغلوا مع بعض بدون اي مشاكل. طبعا بيصدق ترامب، فللاسف مش حيقدر يصدق الكلام اللي حاحكيه هلا. تسرب للاعلام يوم الاثنين ان ترامب حكى عن فاوتشي انه كارثه. حكى فاوتشي تقريبا له هون 500 سنه، تعين مدير للسي دي سي سنه 1984 وخدم كذا رئيس اولهم رونالد ريغان. بيحكي لو تيجوا لخاطري حفنشه وامشيه من شغله. بيحكي ان كل مره فاوتشي بيطلع على التلفزيون هاي بيكون قنبله، ولو فنشته هذه قنبله اكبر. ترامب على حسب كلامه هو بحب يقلل من خطر الفيروس by downplaying it، انه الفيروس مش خطير. فاوتشي دائما بيحكي وبيتكلم عن الموضوع انه موضوع خطير ولازم الواحد يكون حذر وتعليماته دائما صارمه. فتقريبا كل واحد فيهم عكس الثاني، وانه تكون عكس ترامب معناته انت ضد ترامب، معناته انت مش لازم تشتغل مع ترامب، ومعناته ترامب لازم يفنشك. هيك اللوجيك. وطبعا هو ما بيقدر يفنش فاوتشي، خاصة انه احنا هلا في موسم الانتخابات، لانه تأكد تماما لو فنشه هو خسران 100%. هلا بخصوص حالات كورونا في امريكا، الاسبوع الماضي كان في حالات كثير هون في امريكا، اكثر من 392 الف اصابة خلال الاسبوع الماضي، 48 الف اصابة بس يوم امبارح.
حالات الوفاة كمان كان رقم كبير، أكثر من 4900 حالة وفاة، لكن 388 حالة كانت فقط يوم امبارح للأسف. المتوسط تقريبا كان 55,000 إصابة يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهذا دليل أنه إحنا ما بنقضى على الفيروس، وهذا دليل أنه الفيروس لسه موجود وقاعد يكبر والإصابات بتزيد. حتى CVS نفسها بدها تشغل آلاف الناس عشان عندهم موسم الفلو وموسم الكوفيد مع بعض جايين. المهم بتمنى تعطوا هذا الفيديو لايك، تنشروا بين أصحابكم، تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم أوريدي مشتركين. أنا ناوي إن شاء الله أنزل الأسبوع الجاي فيديو أفرجيكم مكان في أريزونا وأفرجيكم أنا كم عملت فلوس الأسبوع الماضي، فإن شاء الله هذا الفيديو ممكن ينزل خلال الويكند الجاي. وبالآخر بنشوفكم الفيديو الجاي أنا واللي وراي سكاي. تحياتي للجميع، سلام. جاي تحكي سلام؟ والله إنك مؤدبة، والله إنك مؤدبة أنت حبيبتي أنت. أمر.